مشاهدينا رح نروح لنتعرف على أحوال الطقس الجوي مع اتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان جردي. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ حسان. عرفنا على أحوال الطقس لليوم وأيضا للأيام القادمة خلال هذا الأسبوع وأيضا درجات الحرارة في محافظاتنا السورية، وهل في مرتفعات جوية قادمة؟ تكرم عينيك. بداية صباح الخير من جديد لإليك للإخبارية السورية. هلا بشكل عام هيدا الاسبوع بدايته رح تكون بدايه لطيفه منعشه، اجواء صيفيه معتدله، حرارات عم تبلش تنخفض من اليوم، انخفاض عم يكون اكثر وضوحا خلال ساعات النهار والليل لليوم ولبكره، حرارات عم تكون حول معدلاتها او ادنى بقليل مثل هذه الفتره من السنه. هيدا كلياته نتيجه اقتراب كتله هوائيه معتدله من المنطقه، درجات الحراره رح تسجل بالعاصمه دمشق واغلب المناطق الداخليه بين 33 و35 درجه، بينما تتجاوز ال 40 درجه بالمناطق الشرقيه والجزيريه، في حين تكون درجات الحراره بالمناطق الساحليه والمرتفعات الجبليه عم تتراوح بين 27 ل 30 درجه مئويه، مع اجواء بشكل عام عم تكون بين الصحوه والغائمه جزئيا، وفرصه لهطل زخات محليه عشوائيه خفيفه من المطر بالمنطقه الساحليه. فرصه الهطول عم تستمر لنهار بكره ولكن بنسبه اقل مع بقاء الاجواء السديميه المغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السورية. هلا نحن لسه نتحدث امتداد من دي امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، الرطوبة السطحية عم تكون مرتفعة بشكل خاص، الرطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية والأجزاء الغربية من البلاد، بينما عم تكون بالعاصمة دمشق والمناطق الداخلية متوسطة إلى عالية أحيانا، وتكون منخفضة إلى ضعيفة بالأجزاء الشرقية من البلاد. هلا بشكل عام الحرارات ما ذكرت رح تكون حول معدلاتها، واجواء الصيفيه المعتدله مستمره معنا لليوم ولبكره، اعتبارا من نهار الاسبوع بترجع درجات الحراره بترتفع من جديد، والارتفاع بيكون بشكل تدريجي حتى نهايه الاسبوع، لحتى تصبح درجات الحراره نهايه الاسبوع اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، واجواء عم تكون حتى نهار الخميس اجواء صيفيه عاديه الى اجواء حاره نهايه الاسبوع بين الصحوة الغائمة جزئيا، أجواء السديمية المغبرة بتضلها بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية، الرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة عم تتجاوز لليوم سرعة الهبات 60 كيلومتر بالساعة، خاصة بالمناطق الجنوبية والوسطى والشمالية، تسير الغبار بأغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة البحر 27 درجة مئوية. هلا دائما نحن بنذكر يعني في بعض التحذيرات، خاصة يعني لما بيكون في ارتفاع بدرجات الحرارة، عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، أكثر الفئات العمرية تأثرا بأشعة الشمس من كبار السن والأطفال، وعدم إشعال الحرائق بالغابات بالأراضي الحراجية، وعند حدوث أي نيران إبلاغ الجهات المختصة بذلك، شرب كميات كافية من المياه، وعدم ترك المواد المقابلة للاشتعال بأماكن مغلقة معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم، دمشق 34-19، القنيطرة 27-18، القلمون المرتفعات الجبلية 27-18، درعا 32-20، السويداء 29-17، المنطقة الوسطى حمص 30-21، حماة 32-22، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 30-26، في الشمال حلب 34-23، إدلب 32-19، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 40-26، دير الزور 39-27، الرقة 37-25، بالبادية السورية مدينة تدمر 35 عم تنخفض بشكل عام، ما عم تكون معتدلة بداية الأسبوع، وحرارات حول المعدل أو أدنى بقليل عم تتحول منتصف الأسبوع وإلى نهاية الأسبوع إلى أجواء صيفية عادية وحارة نسبيا، وفرصة الهطول بتكون على شكل زخات عشوائية خفيفة محليا بمطر اليوم بالساحل السوري، وتستمر بنهار بكرة لكن بنسبة أقل. شكرا لك أستاذ حسان على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وبقية النهار حلو لك.